طيب بقى كده تعال نبدأ نشوف ايه الهدف او ايه الغرض من نظام انذار الحريق. اول حاجة الكشف عن الحريق وموقعه. كان النظام القديم اللي هو بيسموه، في عندي نظامين في انذار الحريق، في النظام اللي هو التقليدي او بيسموه تراديشنال سيستم، وفي النظام الادريسابل. النظام التقليدي كنا احنا بنشتغل بالزون، زون يعني منطقه، يعني انا ممكن الاقي مثلا في الفيرست فلور في الدور الاول عامل كل الدور منطقتين، لو حصلت حريقه في اي مكان انا ما بعرفش فين المكتب اللي حصل فيه الحريقه، فبقول لك المنطقه دي كلها فيها حريقه، تبدا انت ايه تدور بقى على النار دي موجوده فين. ده كانت مشكله النظام التراديشنال سيستم. حلينا المشكله دي بان احنا عملنا حاجه بيسموها ادريسابل. يعني ايه ادريسابل؟ يعني كل ديتكتور انا مديله رقم او مديله اسم، فعارف عارف مكانه فين. فاللوحه لما هتديني الانذار هتقول لي فين رقم الحساس، وانا عارف الرقم ده حطه في انهي غرفه، في مكتب المدير، في مكتب الموظف الفلاني، في طرقه، في الدور الاول، في الدور الثاني. يبقى انا حطيت ادريسابل، يعني حطيت عنوان لكل ديفايس، وبالتالي اقدر احدد كل ديفايس موجود فين بالظبط. طبعا انا بعمل حريق عشان اكافح الحريق في اول مراحله زي ما قلت، مش لما تكون النار خلاص دمرت الناس، وثانيا بدي فرصه للناس ان هي بتعمل عمليه الهروب من الحريق، ان هو يلحق ينقذ نفسه من الحريق ده. وبقدر ابلغ مراكز الاطفاء. طبعا انظمه فاير الارم معظمها دلوقتي او كلها تقريبا مرتبطه بنظام اي بي تليفون، او بتبعت رسائل نصيه لمراكز الاطفاء لوحدات الدفاع المدني. بيبعت برضه في ناس بيبقى عامله فاير فايتنج في المكان، بيبقى رابط الفاير الارم بالفاير فايتنج. طبعا في الفاير فايتنج في حاجات بتشتغل بالحراره بس، سبرينكلر كده عباره عن حته ازازه كده بتنفجر، الميه تبدا تنزل، او حسب بقى الحاجه اللي هو يعني هيعمل بيها عمليه الاطفاء زي مثل الدي اف ام 200 ده، تمام، او الميه او وات ايفر. فبيبدا يربط، يا اما يربط نظام الانذار بنظام الاطفاء، او بيبعت رسائل لمراكز الاطفاء يجي له انذار ان المكان الفلاني فيه حريق، وهو بيبدا يتحرك اوتوماتيك. طبعا من اهم الوظائف لنظام انذار الحريق اللي هو ان هو بيعمل وقايه من الحريق من خلال ان هو بيعمل انذارات او الارم، تمام، بيبدا ينبه بيه الناس ان في حريقه بتبدا. طبعا انظمه الانذار كانت زمان في الاول كان في عندي النوع الاولاني اللي هو انذار فردي، ده عباره عن كشافات، كشف سموك ديتكتور او هيد ديتكتور، ده بيعمل بنظام فردي، هو عباره عن ديتكتور ببطاريه هو وحده كده بيسموه انديفيدوال، تمام، او كاشف بحساس، كاشف واحد اقدر احطه في مكان واقدر يعمل هو انذار، يبقى هو اصلا كاشف وانذار معناه توقيت. طبعا ده كان النظام القديم بيستخدم في الاماكن الصغيره جدا. اما في النظام اللي احنا نشتغل عليه في المشاريع بتاعتنا اللي هو النظام او المنظومه المتكامله، المنظومه المتكامله اللي هي فيها ثلاث انواع، الانبوت يونت والبروسيسنج يونت والاوتبوت يونت. الانبوت يونتس يا شباب في حاله الفاير الارم اللي هي الحساسات، سموك ديتكتور وهيد ديتكتور ودانت ديتكتور والبيم ديتكتور والكلام ده. البروسيسنج هي لوحه الانذار او لوحه انذار الحريق. رقم ثلاثة الاوتبوت، الاوتبوت هي عباره عن الحاجات اللي هتبدا تنفذ الانذارات دي، يبقى هو في انذار جه عمل له بروسيسنج هيبدا يطلعه على هيئه صوت مثلا، فاحنا بنركب جرس او بنركب بعض وسائل التنبيه سواء كانت صوتيه او مرئيه.